أطعمة غريبة لن تتوقع أنها قابلة للأكل. قد يبدو العنوان غريب، لكنه لن يكون بغرابة الأطعمة التي سنعرضها عليكم في هذا الفيديو. ولكي نكون موضوعيين، بعض هذه الأطعمة يتم استهلاكها بشكل عادي لدى بعض الشعوب، بل أكثر من ذلك تعد طعاماً فاخراً في بعض الأحيان. أول هذه الأطعمة الصبار. المعتاد في الكثير من المناطق حول العالم تناول فاكهة الصبار أو التين الشوكي، لكن هناك من يستعمل الصبار كغذاء أيضاً، ويمكن تناوله بعد صلقه أو شويه في النار. بعض أنواع الصبار مذاقها مثل الخيار، ويمكن اعتمادها في عدة أطباق أخرى. قشور البيض. أثبت مؤخراً أن قشور البيض يعد مخصباً رائعاً للتربة، لكن المدهش هو إمكانية استخدامها كمكملات غذائية للكالسيوم، وذلك لارتفاع نسب المعادن فيها. عرف الديك. تلك القطعة الحمراء فوق رأس الديك تعد طعاماً أساسياً في بعض الدول، نذكر من بينها فرنسا والصين. جلد الثدييات. الجلد الطبيعي وقبل معالجته بواسطة عدة مراحل يمكن تناوله، ويعد طعاماً شهياً. يتم تحضيره لتناوله مع اللحم، وهو من أشهر الأطباق في نيجيريا. لحاء الشجر. قد تناولت لحاء الشجر مرات عديدة لكنك لا تعرف ذلك، فواحد من أكثر التوابل انتشاراً في العالم هو عبارة عن لحاء شجر. الأمر يتعلق بالقرفة، لكن الأغرب من ذلك أن هناك الكثير من الأشجار التي يكون لحاؤها قابل للأكل، ويمكن جعله كأساس لصنع بعض أنواع الطحين. وقد أظهرت بعض الدراسات أن لحاء شجر الصنبور يتوفر على فوائد صحية كثيرة، مثل خفض نسبة الغلوكوز وزيادة مناعة الجسم. الطين. جميعنا نعرف فوائد الطين الرائعة للبشرة، لكن هناك بعض الأماكن حول العالم والتي تتناول بعض أنواع الطين بشكل منتظم. الطباشير. التباشير عنصر طبيعي غير سام، رغم أنه لم تسجل له أي فوائد صحية للإنسان، إلا أنه من الآمن تناوله. أغلب من يتناولون التباشير يتم تشخيصهم بالوحم، وهو اضطراب يدفع البعض لتناول بعض الأشياء الغريبة، ويطلق على الوحم أيضاً اسم شهوة الغرائب. أعشاش الطيور. على الرغم من أن تناول أعشاش الطيور يعتبر أمراً ممنوعاً قانونياً في بعض الدول، إلا أن البعض يصر على تناوله، وهناك الكثير من المطاعم في الصين تقدمه كوجبة فاخرة، خاصة أعشاش بعض أنواع الطيور التي تصنعها بدمج لعابها مع الأغصان، ويصل ثمن الكيلوغرام الواحد إلى حوالي 8000 دولار.